صقر المطروشي، مدير تنفيذي مؤسسة خدمات تجارية هيئة النقل في عمان. عندنا اليوم طبعا خدمة نقل الركاب لبيت الله الحرام عن طريق شركة النقل السعودية المتواجدة في إمارة عمان، محطة نقل الركاب الدولي. فنحن حاليا نستقبل الحجاج من عن طريق مطارات الدولة، نستقبلهم في المحطة وننقلهم عن طريق البر إلى المملكة العربية السعودية. فعندنا عدد الركاب اللي متوقع 7000 حاج بيكون بينتقل من بين إمارة عجمان إلى بيت الله الحرام إن شاء الله. الله يوصلهم بالسلامة، وإن شاء الله نحن في هاي المحطة نقدم خدمات النقل الدولي إلى جميع الدول الخليجية المجاورة، غير عن الخدمات اللي موجودة مع شركة النقل السعودية سابتكو. ونقدم بعد خدمات أو تسهيلات اللي هو الطيران الإمارات، بحيث أن عندنا سيتي تشيكن موجود عندنا في إمارة عمان، بحيث أن المسافر يسجل أمتعته ويقدر يأخذ البوردين كارد وغيره من الإجراءات، بحيث أن نحن نسهل على المواطنين الموجودين في إمارة عمان أو في الإمارات المجاورة الوصول إلى هذه المحطة اللي مكانها على مثل ما تشوفون على شارع الشيخ محمد بن زايد. الحافلات اللي بتنتقل إلى المملكة العربية السعودية طبعا إذا تقيسها على 7000 راكب تقريبا بيكون عدد الحافلات 200 حافلة إن شاء الله بتتحرك من إمارة عمان إن شاء الله إلى المملكة العربية السعودية. أما ما يخص الدول الثانية نحن يتفاوت، يعني عندنا رحلات أسبوعية، في مرتين في الأسبوع، في يعني في كذا اختيار. يعني مثلا عندنا السعودية الرحلات العادية اللي هي غير موسم الحج عندنا تقريبا بشكل يومي رحلة واحدة، لكن في المواسم هاي المهمة نحن نكثر من عدد الرحلات للانتقال للمملكة العربية السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. أخوكم طلال العنزي، ممثل شركة سابتكو النقل الجماعي. عندنا حضورنا هنا لنقل الحجاج من الإمارات إلى السعودية. ما شاء الله احنا متواجدين الآن في محطة عجمان، في إمارة عجمان. أشكر المنظمين على هذه النقطة المحطة، ما شاء الله مسهلين الأمور بكامل جاهزيتها، موفرين لنا جميع الاحتياجات للحجاج. عندنا إن شاء الله اليوم ما يقارب 600 نقل إلى 600 حاج من محطة عجمان إلى السعودية إن شاء الله. حتى في تنسيق بين المطارات ومكتب عجمان اللي هو في سابت كونية لنقل الحجاج عند وصولهم إلى مكتب عجمان حتى يتم نقلهم إلى مكة. كذلك عندنا خدمات أخرى تفيد المواطنين والمقيمين في الإمارات لنقلهم طبعا إلى مكة، إلى مناطق السعودية، الدمام، الرياض، إلى جميع مناطق المملكة العربية السعودية.